مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه شوطنا الرابع في مجموع الاشواط والشوط الرابع الخاص هنا ايضا بالانتاج، شوط يخصص القاعدين بهذا الانطلاق والتحدي والاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نسير بكم في هذا الانطلاق، نسير في التحدي، نسير في الاثاره لمسافه 3 كيلومترات في هذا اليوم المميز. ركز يا ابو صابر، 3 كيلومترات في الانطلاق والتحدي الجميل. نعود هنا الى الصداره، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة ومشعل على صدارة على المركز الأول، علي بن حمد بن علي العويسي من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. بينما هنا يأتينا شاهين سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بن علم المفتاح الشامسي، والوصول من الطياري لعبد الله بن حميد بن كنيدة الفلاسي. وعلى المركز الرابع القدوم من شاهين محمد بن عتيق بن سيف العميمي، وهناك أدهم أحمد بن مطر بن محمد الرميسي، والوصول من صغان مسري بن سالم بن عرطي الحميري من يأتينا على المركز السادس. وفي المركز السابع هنا يأتينا نبه لسالم بن راشد بن غدير لقتبي من يأتينا سابعا. وفي المركز الثامن والقادم في هذا الانطلاق هنا والتحدي الجميل في هذا الأداء المميز في هذه الانطلاقة والتحدي الجميل، سيد أحمد بن كراز المهيري من وصل مع الرسمي في هذا الانطلاق. وهناك يأتينا ربدان خليفة بن نايع بن مصبح النعيمي، وعاشر المراكز الشارد لمحمد بن عديق بن سالم بن عرطي الحميري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى شاهين المسيطر على زمام الأمور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين من سيطر على زمام الأمور لسعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي من يأتي على صدارة. شاهين الآخر على ثاني المراكز وبدأ يتسلل. هنا شاهين محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي من يأتينا على المركز الأول ويتسلل إلى صدارة. شاهين يتراجع إلى المركز الثاني لسعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي. وعلى المركز الثالث وصل الرسمي لأحمد بن محمد بن كراز المهيري من يأتي بالرسمي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع صغان المسري بن سالم بن عرطي الحميري، وخامس المراكز شاهين محمد بن عتيق بن سيف العميمي من يأتينا على المركز الخامس. ولكن أرى التسلل من الشارد لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وهنا صدارة مع شاهين. شاهين على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لمحمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هنا يأتينا صغان العتيل مسري بن سالم بن عرطي الحمير، ووصل ايضا الشارد سيد محمد بن عتيق بن سالم بن عرط الحميري، ووصل الكايد لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري. ولكن الشارد شرد بالمقدمة. تهانينا لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وسلام للمرموم، سلام على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بن مفتاح، المركز الثالث الكايد سالم بن عامر بن عمهي صغان، في المركز الرابع من وصل هنا ايضا على المركز الرابع المسري بن سالم بن عرط الحميري، وفي المركز الخامس للسيد خليفة بن ضبيب سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي من وصل على المركز الخامس. هنا الوصول في هذه اللحظات والتوقيت الزمني
للشاري التهارينا لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرط الحميري على هذا الفوز. 4:36 سبعة من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام الشاري التهارينا والناموس على هذا الأداء. المركز الثاني أتانا شاهين محمد بن راشد بن عجب المفتاح الشامسي وسجل 4:37 خمسة من الأجزاء من الثانية. أما القائد فكان من نصيبه ثالث المراكز سالم بن عامر بن عمهي المنصوري وسجل توقيت زمني مقداره 4:37 سبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.